يعد التلاعب في منح الإجازات المرضية خصوصا تلك التي لا تتجاوز مدتها 7 أيام من الظواهر التي لا يمكن ضبطها إجرائيا بشكل تام، وتعتمد صحتها على تحلي كل من الطبيب والمريض بمكارم الأخلاق والضمير الحي، وذلك لأن أي موظف غير مبال يستطيع التغيب عن عمله متى شاء، شريطة أن يكون على معرفة بطبيب مستهتر يساعده في الحصول على إجازة مرضية قصيرة بحجة معاناته من أمراض غير عضوية. وتؤكد ظاهرة الإجازات الطبية الوهمية أن الأمانة والأخلاق شرطان أساسيان لتحمل المسؤولية وإسناد سلطة القرار لأي شخص في القطاع الطبي، حيث بغيابهما تصبح القوانين والنظم الرقابية والتنظيمية مهما بلغت من الدقة عاجزة عن قطع يد الغش والتزوير والتلاعب في هذا المجال. وقد يكون من الإجحاف تحميل كامل المسؤولية للأطباء خصوصا مع وجود متمارضين ماهرين في التمثيل والادعاء، والذين غالبا ما يأتون إلى الطبيب مدعين أعراضا لأمراض عصبية أو نفسية لا دلائل عضوية عليها في سبيل الحصول على إجازة يوم أو يومين. صالح الشميمري، استوديو الإخبارية.